صح. التجديف مش من الرياضات اللي نسمعها نقول رياضة لسه مستحدثة، لا، رياضة قديمة جدا، موجودة في أندية مختلفة في مصر، في أبطال كتير جدا وأعداد كبيرة رجال وسيدات محققين برضو بطولات. خلينا نبدأ من يعني النقطة دي ونتكلم بعد كده بقى فيما هو قادم. لحد دلوقتي قدرنا نحقق إيه بما إن إحنا بنتكلم إن هي رياضة ليست مستحدثة؟ هو طبعا رياضه التجديف هي اقدم رياضه في مصر، يعني مش هتكلم على قدماء حاجه ليها علاقه المصريين بالكالتشر كمان شويه والكالتشر القديم والنيل ومراكب الشمس، يعني بالزبط. عندنا رياضه من زمان. مش بس كده، احنا اول اتحاد رياضي في جميع الرياضات يتم تاسيسه في مصر عام 1907، يعني قبل حتى يمكن الكوره، قبل ده مع جميع النادي الاهلي بقى قبل يعني طبعا واصبحت رياضه مهمه جدا بوجودها في النيل طبعا. وحديثا كانت بيتم اللي هي ممارستها فقط في الانهار والبحيرات. تم حديثا اضافه ثلاث انشطه جديده اللي هي للاتحاد المصري للتجديف، منهم حاجه اسمها تجديف الشواطئ، ودي رياضه مستحدثه بتجتاح العالم دلوقتي. هي ورياضه اللي هي التجديف داخل الصالات اللي هي فيها المحاكاه الالكترونيه لحركه التجديف. ده ملهاش علاقة بالكانوي والكاياك، ده حاجات لا، تانية. الكانوي حاجة لعبة تانية خالص. الكانوي هي بتبقى قارب بيبقى قاعد على كرسي غير متحرك، التجديف بيبقى كرسي متحرك، الكاياك بيتحرك للأمام، التجديف بيبقى ماشي في عكس اللي هي ظهر اللي هي اللاعب أو مع ظهر اللاعب. يعني التجديف يمكن اللعبة الوحيدة اللي بتقدر تحرك جميع عضلات الجسم. يعني ما فيش عضله تقريبا ما بتتحركش فيها عضلات مش بس الجسم. الابر يعني، لا، الابر ان هو بيبقى قاعد على كرسي والكرسي ده بيتحرك بيستخدمه، وهو بيتحرك للامام وهو بيدفع للخلف، فجميع عضلات الجسم بيتم حركتها. وتم كويس جدا. اضافه كمان حديثا زائد تجديف الشواطئ، في تجديف شواطئ السرعه، ودي لعبه اولمبيه جديده يتم اضافتها دلوقتي، فاحنا ابتدينا نشارك فيها بقوه. وتجديف اللي هي الماراثون للشواطئ ايضا. واخيرا تم اضافه اللي هي البارا روينج اللي هو اللاعبين ذوي القدرات اللي هي الخاصه. ده امتى تحديدا؟ ده لسه حديثا الحمد لله، 2023. وتم مشاركتنا في معسكر تبع الاتحاد الدولي في تونس. حلو قوي. ومشاركه في بطوله هناك، ودي اول مره، ودي اضافه جديده، وبندعو فيها ذوي القدرات الخاصة ان هم ينضموا الى أسرة التجديف. هي فعلا يعني اسم على مسمى ذوي قدرات خاصة. لسه كنت بتكلم في الانترو كان معايا خبرين خاص بيهم، قد ايه هم بيدوا الواحد امل يعني على طبعا. تحدي الصعاب، تحدي الاعاقة نفسها صعبة جدا، حاجة مش سهلة اي حد يعملها. في ناس سلام جسديا لكن ما عندهمش نفس الروح، ما عندهمش نفس الثقة الاصرار. حاجة محترمة كمان احنا بنتكلم لاول مرة تتم في مصر يبقوا يقدروا ان هم يشاركوا. طب في شروط معينة أنا أي حاجة، سن معين عشان برضو اللي بيسمعنا يقدر يعرف؟ طبعا أي لاعب يقدر يمارس الرياضة، لكن احنا بنتكلم على الجزء اللي له علاقة بالممارسة الاحترافي يعني، أو الممارسة اللي هي الدولية. عندنا في قوارب مختلفة، بيبقى في اللي هو الفردي والزوجي، في اللي عندهم في إعاقة أو يعني المشكلة في الرجلين، أو إذا كانت رجل واحدة، يعني في كذا نوع منهم بيتم تمام. تصنيفهم تبع الاتحاد اللي هي الدولي. واحنا عندنا في لاعب محمد رامي لسه راجع، وده له طبعا الفخر ان هو اول لاعب مصري يشارك في بطوله ذوي القدرات الخاصه على المستوى العالمي. وعندنا في لاعبين ان شاء الله ان احنا سنستثمرهم في علي الزيني، وان شاء الله ان احنا الفتره القادمه يبقى فيه اهتمام اكتر بذوي القدرات الخاصه يعني.